هروح بقى معايا لأبرز صورة، كانت صورة عروسين أطفال في محافظة الشرقية واللي تداولها رواد السوشيال ميديا بشكل كبير جدا، وأثارت استغراب واستهجان الكثيرين، مما أدى إلى تحرك سريع من المجلس القومي للأمومة والطفولة بوقف تلك المهزلة وتحرك الأجهزة المعنية المختلفة، وعلى رأسها النيابة العامة التي قررت استدعاء الطرفين في من الأسرتين للتحقيق في الواقعة. وده شيء مهم جدا الحقيقة، لأن ما ينفعش جواز أو ارتباط في السن ده، لازم احترام سن الأطفال، وفي سن القصر كمان لازم الناس يعني تبقى أكتر نضجا وخوفا على أولادها من التصرفات اللي احنا بنشوفها الحقيقة دي.